أنا دكتورة أشعة وبنسافر نعمل ندوات توعية في كل مكان في مصر، نقنع السيدات إن سرطان الثدي له علاج وإن لسه في أمل. أنا مديرة تمريض مستشفى بهية، وكمان في بيتي دايماً مع أولادي مشاركاهم في كل ظروف حياتهم. أنا بشتغل في السكرتارية وباخد بالي على مامتي. أنا زوجة عاملة والأم 5 أولاد. أنا مشرفة تمريض قسم الجراحة، بحب شغلي في بهية قوي وما بقصرش في بيتي ولا مع أولادي. أنا بشتغل وبراعي بيتي وأولادي.